رمضان كريم عليكم مشاهدينا الكرام، كل عام وانتم بألف خير. ضيف حلقتي لهذا اليوم هو فنان شاب اشتهر بالعديد من الأدوار وقدر يشق طريقه بوسط النجوم. ضيف حلقتي هو الفنان والله طقوس كل مواطن عراقي عنده طقوس، يعني هو الفطور بالبيت خصوصا تبقى الطقوس يعني مو متكاملة إلا من تروحين تفطرين ببيت الأهل، يعني طقوس يعني الوالدة والإخوان وكذا، تعرفين متغيرات الزمن، الواحد يعني يصير عنده بيت واحدة وعائلة وزوجة وأولاد، فيبقى يحن يعني للطفولة والأهل. شفناك سمنت على رمضان يعني هذا بسبب السحور لو الفطور الفطور. أقرب شخصيات إلى قلبك أستاذ اللي مثلتها؟ أكيد والله عزيزتي على مود لا أبالغ، أغلب الشخصيات اللي مثلتها هم يعني أنا أصدقائي الشخصيات اللي مثلتها. إحنا قلنا لازم التليفونات سايلنت، هذا ما يصير. الشخصيات اللي مثلتهم أصدقاء بس بمسلسل أبو طبر، يعني من الشخصيات اللي كل شيء أعزها وأحبها، مسلسل الدهانة، مسلسل باب الشرقي، مسلسل قنبر علي، يعني هاي أكو أدوار كلش أحبها. يعني ماكو شخصية قريبة، كل الشخصيات يعني حتى تكون شخصية قريبة راح أقدر أبدع بها، يعني الشخصيات تقريبا هم أصدقاء اللي مثلتهم، شخصيات مقربة لروحي. أستاذ علي، انجمعت بعمل فني مشترك بينك وبين أستاذ أسعد؟ إي انجمعنا مسلسل سنوات النار. صادفكم موقف سوى؟ إي اشتغلنا سوا سنوات النار. يعني بحكم اللوكيشن والتصوير بشكل يومي فانجمعنا مشاهد، وعلي من الناس يعني المحترمين، يعني ممتع بالشغل، يعني دائما تحسي يسوي جو بالشغل، علي فرح صاحب نكتة طيب يعني ممثل جيد علي. وهسه راح تبدي الجولة الأولى أعزائي المشاهدين، وراح نبدي أنا واليوتيوبرين شباب وعلي دشار ضد أستاذ أسعد مشاري. أنت كيوتيوبر تقدر تحكي لنا شوية على قناتك؟ قناتي باليوتيوب محتواها ترفيهي، محتوى يعني عفوي، أنزل بالقناتي على اليوتيوب والحمد لله والشكر حقق نجاح واسع بالفترة الأخيرة، وصلت القناة لحد الآن 6,200,000 متابع لحد هذه اللحظة و2 مليار مشاهدة، المشاهدة الكلية المجموع لكل الفيديوهات. المحتوى اللي نقدمه محتوى ترفيهي. مليار؟ 2 مليار مشاهدة للمجموع الكلي للفيديوهات. المحتوى اللي نقدمه محتوى مأخوذ من البيت العراقي أو من المواقف اللي تصير بين الأصدقاء، محتوى يعني عفوي مو يعني. عندك 2 مليار مشاهدة، 2 مليار. شلون تقدر تمشي بالشارع؟ لا عادي يعني شيء كلش عادي. يعني عندك فانزات؟ عندك اي اكيد اكيد طبعا. انت ايضا كيوتيوبر المحتوى اللي تقدمه وانت تنزله تعالج به مشاكل لو محتوى كوميدي بس بلا فائده؟ اولا اشكركم على هاي الاستضافه الجميله واشكر قناه الطليعه. المحتوى اللي نقدمه اكيد هو محتوى كوميدي هادف، دائما نطمح ان نقدم الضحكه للناس او نطمح ان نعالج مشاكل، فاكيد يكون محتوانا هو هادف ويكون هذا المحتوى هو شيء يعني يرضيني بالاساس قبل ما ارضى المقابل، ان اشوف اني تعبان على روحي واقدم الشيء اللي انا اريد اسويه، فهذا هو. انت تؤمن بالكوميديا الهادفه؟ اكيد يعني الكوميديا الهادفه هي اللي توعي الناس وتضحكهم. ننتقل اليك استاذ اسعد، هل تؤمن بالسوشيال ميديا والفن اللي يوصل للناس عبر اليوتيوب؟ بالعكس، يعني اذا كان شيء محترم يعني الماده اللي تطرحيها للعائله يعني محترمه لا بأس. هو هاي الفن يعني على مود اكون دقيق وياك، بعد انقطاع الدراما بال 2012 توقفت الدراما بسبب التقشف اللي صار بالبلد، وما اعرف هذا التقشف هي فرضيه يعني كذبوا بها على الشعب العراقي ومرروها وانهارت الدراما وانهار النتاج. يمكن حضرتك تعرفين تقريبا من عندنا، والسيد الوالد هو قريب من وسط الفن، والدك هو ايضا ممثل، يعني اشبه بال يعني قاعدونا بشكل، يعني قبل كان اكو حراك بسوريا نشتغل دراما ببغداد، فصارت افرازات بهاي الفتره 2012 و2010 اليوتيوب اللي ظهرت يعني الاخوه الشباب، يعني انا مو ضدها، يعني مو ضدها اذا كانت يعني قضيه هادفه، بس المشكله حتى بها يعني مع احترامات الاخوه، اليوم شو اريد اقدم ماده؟ احنا كفنانين يعني احنا ندخل للعائله العراقيه بدون استئذان، يجي يفتح التلفاز مالته يشوفك،
شوف يشوفك ولا يشوفني ولا يشوف علي ولا يشوف الأخوة، بس لازم شنو نقدم؟ نقدم مادة تليق بالعراق بالعالة العراقية، يعني مادة حلوة إذا كانت هادفة، إذا كانت بها كوميديا. أنا أغلب اليوتيوبين جاي أشوفهم يعني يوتيوبرية مو يوتيوب، إيه باليوتيوب إحنا يوتيوبر 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 إيه يوتيوبر، قصد الشغل يطلع باليوتيوب، الشغل يطلع باليوتيوب بس بغض النظر أنت يوتيوبر وغير كذا، الشغل يطلع باليوتيوب يعني ثلاثة أرباع إذا مقسم ثلاثة أرباع لملاحظات حتى المادة يعني أكو هذا رأيك إيه؟ أكو فشار أكو كذا، أنا مو ضد يعني بالدليل هسه اسمح لي هسه أنا رأيي أنا ما أعرفك الأستاذ أنت إيه؟ شفت ما بيها شيء أنا ما أعرفك ماكو مشكلة بس بالنتيجة عرفتني على حضرتك أنت اشتغلت بهذا المجال مو بالضرورة أعرفك يعني لا راح أناسبك ولا تناسبني بالنتيجة تعاملك كعراقي كمواطن عراقي بس استرخي شوية أول شيء أنا والله مسترخي وداخل زين أستاذ أسعد بس خليني أكمل عزيزتي السؤال قلت لك هاي الفراغ اللي صار بال 2012 لحد هذا يومك حتى هاي السنه والسنه اللي قبلها هي محاولات صغيره بالدراما، قناه فتحت اشتغلت مسلسل ما ادري منو اشتغل مسلسل او برنامج، ماكو شغل دراما حقيقي، فصارت هاي الظاهره ست سنوات الشغل حضرتك جاي لا تطور صار مو صارت هاي الظاهره صار اكو تطور وين صار تطور السوشيال ميديا على فكره مو ضد انا سعد الفريق اسمه عرب هوم ايضا يوتيوب مو ضد اليوتيوب انا شو اسمه؟ عرب هوم يعني جديد بعد ما نبلش قناتهم بيها اثنين مشترك المهم شنو؟ لا هيك لا بعدني ما بعرف حتى ما عندي ولا مشترك ما عندي ولا واحد بعد جديد جاي ما حد يباوع لك انا اقول لك ليش؟ انت بعدك قديم قصدي مو اني انا عندي فريق كان جزء ما اشتغل يعني ما عندك فريق؟ اي فريق عندي انا هم عندي لعبه اليوم استاذ لحظه شباب خلاص قاسي بالدليل هسه قلت لك انت هذا اللي بي قله وعي هذا اللي جاي تقدمه من خلال طرحك هسه بدل جاي تخليني اكمل يعني جاي تنكت هسه مو يعني نكت على مود كمل استاذ الهواء لك مو انت تحدد الهواء حقك انت تضيف حالك حالي اكو شخص يقود الهواء استاذ خليك ما متعصب عم كيف خرجت على كيفكم سد الهواء على اثر اوكي خلونا نروح شباب وهسه قررنا نروح فاصل لان يعني استاذ اسعد بطبيعته كلش عصبي وما قدر يتحمل يا ربي تفتح الهواء علينا اقول لك ترى استاذ طبعا شايف مقدمه البرنامج استاذ يعني شفت سد الهواء علينا لا الهواء يعني الجو يعني الدور كامل هذا الهواء ايضا اي ما تعرفه لا تعرف شنو ما وصلت لك حبيبي فانت ما بيش تتعلم جزاني اكو شغلات ما اعرف اتعلمها من عندك ايش عندك انت؟ يعني ما اعرف اللي عندي ايش عندك انت تقول انا مقدم اعمال يمكن اذا دور عليك بالحلقه قالك بدقيقه 39 تعطس ايش عندك؟ اقول لك اول شيء احكي اسلوب حلو هذا استاذ اسعد ما شايف يا ابدا احنا فاصل نحكي بينات انت بس مو فاصلك ما بي ادب ما بي يعني قله ذوق ما مؤدب ايش عندك هذا ما اعرفك ها يوم هسه طلعك بشارع هسه انا هم ما اعرفك يعني مو هاجمك لا انا ناس اوكي خلاص انا هسه ما اعرفك يعني مثل تجاوز عليك مثل ما اعرفك ها هاي المصطلحات انتم منين جبتوها تعطس انت هسه هذا اللي قال عشان واحد ما يعطس من يعطس شو تقول ما اقول لك ترى عنده مسلسل ابو طبا ما عندي بعد هسه انا ما عندي دد كوح با شوف شوف بهذا اللقاء انت راح تطش من خلالنا راح تطق من خلالنا ما اقدر اطق طش من وراه ولا اقدر اطش ما احب اطش اذا فرضا صار تعاون والله اذا المخرج هم يطلع الحلقه اكون ممنون من عنده ما اقدر اطش اذا اطش من وراك ما اقدر اطش ليش بينا؟ ما بكم شيء بس ما 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 يطش معاكم ما 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 اقول لك بعدك مجال اليوتيوب انت ما تعرف الفن هو يا مويد يا مويد انا؟ ايه 96 تقل؟ 96 بس انجح منك بس شو الموضوع هو جاب غلط علي جاب لا مو عارفك لما تتوصل هي مو بالعمر مو بالعمر بس اذا اقول له يا مويد ما بي نفس الشيء تزوج سنة على مواليدي ما بي ايش دعوه هيك يعني طبيعه اسلوبك استاذ ما عليك بخليك ريلاكس وهدى ورجع لي ورا شنو فهمك ريلاكس اقول لك شنو ريلاكس انت تقول يا استاذ اسعد بادب احكي يا استاذ اسعد انا قاعد هيك انت قاعد هيك اي مو انتم خليتونا قاعد هيك لان انتم مستواكم ما اعرف شنو زين استاذ انا مستوانا قاعد هيك بدك تحكون اصلا استاذ بس استرخي انت شويه بكل طماطه استرخي شنو استرخي استاذ عباس اقول لك ترى استاذ فنان عيب تقول له هيك نرجع نكمل الحلقه زين نرجع نكمل وراح نبقى نتناقش والله لا تبين ما تكملي بعد زين اوكي فرضا اذا صار تعاون بس البادي ما تكذب بالصدفه استاذ اذا صار تعاون بين الصدفه والصدفه ايه. يعني بين جيلكم وبين جيلهم والله اكو جيلهم اكو ناس يعني عندهم ذوق اكيد طبعا محترمين يسمعون من الاخر ما اشتغل صراحه زين اذا فرضا صار فد مشهد مشترك بيناتكم تشكك يقدمون لك فد مشهد شنو تشكك بعد ايش تستهين باللهجه تشكك كل واحد له بس رجعنا فاصل كمل هاي الحلقه رجاء ردوا اخنا اوكي انتم مشاهدكم للاستاذ حتى يا استاذ استاذ نجيبك انا مشهد
قبل ما نبلش قبل ما خلينا بالفاصل استاذ جبكم انا مشهد على مود نتفق عليه هسه اثناء الحلقه يلا اوكي الهواء جبنا مشهد حتى نفتح الهواء علينا كلنا احترم الخاطر المخرج احترم الخاطر المخرج يعني تجدد الوقت مالتك خلص برنامج انا كل استاذ بس الوقت ترى احنا عندنا وقت كله بستاند بدايه عندنا وقت ورانا سفر ورانا تصوير جزء متوقف حتى توصل لك يا رجال قاعد انا لا عدنا شغل انا عندنا شغل وعندنا عمل وعندنا استاذ بس لحظه انت تحكي بهذا الاسلوب بطلت ماش اه انت تحكي بهذا الاسلوب اللي يعني انت مسترخي وقاعد ومستهين وانا هيك ما ادري رجلي هم اللي خلوني لا استاذ هم اللي اشهر يوتيوبرية بالعراق شو العلاقه اشهر يوتيوبر ما عنده ذوق ما عنده ما يعرف يتعامل حال اي فنان قلت شنو اقول له 10 ثواني ومثل وياه ب 10 اكبر كثير زين اوكي خلينا نعتبر بدايه كانت شقه برافو خلينا نبدا من جديد يلا نبدا اقترص عند الشاي نجم من وين؟ اي هاي بس هاي بس هاي انا شفتها بالتعليقات الشاي نجم هاي لا تسوي هيك لا بس هو وقف قال نجم نطلع بالشارع يعرفوك لا يعرفوه جاني يوتيوب الله يبارك له بعد حمل ازهار كرار خلينا من الشقه خلاص هسه نرجع للجوسه يلا نرجع استاذ للجوله والله يا ريت من نرجع للجوله اقدر اروح يعني اوكي يلا نطلع كلنا جوره شباب متفقين عليه خاف تجا على اجر ما جا على اجر احنا مجين هذا المخرج صديق وجه لي دعوه وجيت و عباس بنت اخويا يعني هاي يعني انا حتى متفاجئ بها جاي تشتغل تقدم برنامج يعني مشتغل انا مسرح يعني هاي النجمه اللي تحكي عنها هي بدت صغيره وانا بمسرح الطفل عمرنا قريبه علينا فتفتمنا وتفتم محتوانا ترى 96 مشتغل مسلسل بطوله سعد كان طالع سياره مال بايسكل شنو صار اقول لك احترم خلي ادب عندك شويه يعني ما راح نرجع من الفاصل حتى باخره كانت ما يمكن هذا استاذ اسعد يلا استاذ ريلاكس زين اوكي بعد الفاصل خلي يقدموا لك المشاهد وبعدها راسا نختم وخلاص اوكي ما اريد اشوفهم اصلا لا تهدر لنا نتحمل نقاش ما يصير هيك خلي ترجع من الفاصل يلا تفضل يلا تخلص الفاصل منو منو يلا عني رجعي حكي هذا يلا عني عندنا سفر بس فضينا فتحين لنا الهواء اكيد انت الهواء الكم هو مش شوفه حتى شعره مش سوره ماكو هو لا هي عندها بس هاي هاي شايفه هاي مالته يعني هاي تربيتكم هاي تربيتكم على هاي بس هاي هسه بس لا تلح رجعينا للفاصل وخلي نكمل لا تلح لا تلح وانت من اللي احلك حتى لا تلح شلون تقول لا تلح عيب ريلاكس ريلاكس استاذ نكمل الحلقه اهدى اهدى شنو حنكمل لو حنظل نسولف هسه يلا ما ادري والله يلا بكيفك يلا خلص خلص يلا شنو خلص يا قوه غير نكمل على رجع سوالف والله ترى احنا ما عندنا شغل ورانا اعمال شركه تروح يا لازمك عايز ايش جيت غدزوا عليه وضيفه قاعد عليك خلص اتحمل وهنا بدا يتساءل بعد ما اقنعناه انه بعد الفاصل راح نختم وقرر ان يستمر بعد سماع صوت المخرج لان استاذ اسعد بطبيعته يحترم الاورلا عودا للفاصل اعزائي المشاهدين مستمرين وياكم استاذ فرضا لو صار عمل مشترك او تعاون بين الصدفه والصدفه وقدموا لك فد مشهد معين جماعة؟ اي ما اشتغلوا وياهم أصلاً انت اذا هالسوم انا بالعكس بالعكس انا كل شيء كل الفاصل حكي لنا هذا الجو احنا صادين كلش هادئ كل احب بالدليل هسه الفريق مالتي هم كلهم وايد الفينات وباعمارهم واحب يعني اشتغل ويا الشباب تدعم الطاقات الشبابيه ادعم بس مو بهذه السوبر ادعم انت هسه قلت انا اصلا جيت فنان رائد انت قلت مو رائد عم احكي بعد صغير مو رائد بس اكو 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 فئات عمريه ممكن تساعدهم اسمع فكرتهم اساعدهم بهذا السوبر اسمع فكرتهم بهذا السوبر انت كيفك تقول لي انا مشت يحكي بالطشه ويحكي بهاي السوبر تعبانه ما يجي لا تشتغل وما يشرب نريد الفنان يتعلم من كل شيء كلبت سبق من جيبك نطشش كان طققك بقام انا ادري عمي طش طش مؤدب اي يلا 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 استاذ مو قلنا لك انت بستوج تمام انا نجم نجم ما شنو لا تناقش لا تناقش خلنا نسولف له المشهد استاذ نجيبك هذا المشهد شكو بيتم يقول ادعم الشباب يدعم الشباب احنا شباب ادعمك من يساعدك شغل وياك مو اشتغل وياك شنو؟ من يساعدك شغل وياي؟ يعني مصلحتي لا تحكي يقول شغل وياي انا اشتغل وياه وانت من وانت ايش عندك؟ وانت من مشغلك؟ من يصير شغل وياك راح ادعمه اذا كان اذا كان مؤدب يعني بهذا الاسلوب ابدا ما اشتغل وياك ايش عندك؟ يعني بهاي الطريقه هسه تدري شنو يريدنا؟ يريدنا لازم احنا نشتغل وياه تعالوا هيك لا لا مو اخلاقي لا تعال هيك رجال قاعد زين شكو بيها اشتغلت ويانا؟ لا اشتغل بس ما انا لا متعالى على الاخرين انا ممثل صعدت نزلت ممثل فاسلوبي اوكي نجيبك ممثل عاد نجيبك شاعر ترى ممثل يلا شباب سمعوا المشهد سمع المشهد بس يمثل يانا اي اكيد يمثل ياكم مثل يانا استاذ لازم هذا خاطر السيد خاطر سولف لنا هذا المشهد مال هذا الاسبوع اللي راح نشتغله ضيفه 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 بالمشهد شوف الجزء الثاني الجزء الثاني يلا يلا تفضلوا هذا المشهد طبعا
تعبت علي اسبوع كامل اكتب بيه. هذا غير مشهد اسبوع، مو هذا تكتب 500 مشهد ذا اسبوع. ايه هذا مشهد احنا لازم نرتبه. مشهد راح اضيفك بيه 10 ثواني. لا تضيفني اسمعني هسه خلي اكمل وبعدين اعقب عليك. ليش عصبي؟ بس خليك ريلاكس. ريلاكس اهدى اهدى. هذا المشهد 10 ثواني كرار صاعد بالسياره تمام ويا ما يمشي انا اجي اتلقاه هو صديقه ورد اشوفه جاي للبيت يعني هاي العشر ثواني انت واقف بباب المحل فافوت اني جو بارد شتاء فاعطس انت تقول يرحمكم الله هذا شنو جابك كومبارس؟ هواي عليك كومبارس شنو هو علي؟ قلت له استاذ اسعد نجم هاي شوف هاي ما يرحمكم الله طقيقه استاذ استاذ بس يعني ايده شنو هاي قاعدين بلقاء واسعد مو قاعدين مو تقول انت محترم راح اقعد عادي واقعد طبيعي بس انت مو محترم ولا عمي ما طلعك ما اريدك وشنو ما اريدك؟ هاي خاطر الستاري قلت اطلعك بعد ما طلعت شلون تحملهم ما ادري استاذ تقدر ما طلعك عمي عمي سكملين هو خلاص هو بس احنا عايزين ممثلين كوما اولا من تحكي تحكي بادب ما اريدك حزان مشاهدين وهنا قررنا نطلع فاصل لان استاذ اسعد اشر لي وقال لي بعد ما اقدر وصلت حدا فلازم نطلع فاصل تكلم ما اريدك استاذ ترى قاعد وقف الناس فاصل يعني اطلع له فاصل اوكي مشاهدين الكرام خلينا نروح فاصل صغير وبعدها نرجع بكم يعني كلش مو معد سعود 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 مقلب مقلب اسعد مقلب 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 والله مقلب باوش سويتني قشرتني عفوا ناس ما طقت بيناتنا بطني اوقف والله العظيم ما اقدر اوقف بلش طنبله وانفجر حتى الديكور فلشتك استاذ مهيب شقه وياك والله شباب ترى انضربوا ضربه قويه والله العظيم والله دم فاير جيبوا مي مي انك ما ادري وين صار استاذ احنا اسفين استاذ تعب 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 تمام بلشت والله يا ولد بس الديكور وين؟ شنو احنا وين قاعدين؟ هاي يوتيوب من الفاصل شو طار علينا؟ انا يا محمدين بس شو طار بالاستديو؟ ردت اختنا انا هناك ورا ما لحقت ليش ايش اسعد ايش؟ تضرب براسه بوكسات؟ هم كله منك هم كلاب بالمناسبة انت كنت مقلب علي ويانا وكل متآمر عليك ما انا مو يانا مقلبنا اسمه على البارد من خلال قناة الطليعة حبينا نرسم البسمة على شفاه مشاهدينا بس مو قصدنا تطشرنا يابا اسف ما انا شلون اسف شفت شلون طاب؟ لا هي هاي الماري استاذ قبل ما نختم حلقتنا شو تحب تقول للمشاهدين؟ يلا نطلعك 10 ثواني يعني كلمة أخيرة طبعا رمضان كريم للجميع واسف على اللي سويت ان شاء الله يا رب مين اللي يجي استاذ هسه تمثلي انا بعد ما امثل بطلت شخصيه وانا مو ممثل عني لا لا فنان اتمنى يعني مستقبل للاخوه اشكرك بس لا تستفزون العالم حتى تشتغلون لازم تستفزون العالم استاذ ما راح تقول لي يرحمكم الله ان شاء الله يا رب العراق بخير ان شاء الله واهل العراق بخير ويعم الامن والامان تحيه للمخرج والحضرتك اشكرك استاذ الاستاذ عباس وين راح عند الاستاذ عباس شوف كلمه للجمهور اخيرا تحياتي للجمهور رمضان كريم حق الجميع احنا نعتذر منك استاذ اسعد على هذا المقلب الى هنا مشاهدينا خلصت حلقة استاذ اسعد لكن مقالبنا بعدها مستمرة خلينا نشوف بحلقة باكر شنو راح يصير اجمنا احنا راح نطققك باي حلقة راح نطققك احنا انا راح استخدم نفس طريقتك خوفني تدري شلون راح اتعامل وياك كيف يتعامل وياك استاذ اوه 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 اوه